الألوان الدارجة بخريف 2013 الأيلاينر كتير كتير دارج، إنك تحطي أيلاينر وشوي بطريقة جيومتريك إذا فينا نقول. ألوان ترابية دايما بالخريف سائدة والسيدات بتحبها. للموسم اللي بده يجي ولل 2014 2015 رح نشوف كتير من البترولي، من التركواز، من كورل سالمون كولر، ورح نشوف كثير من الميتاليك. للوقت الحالي كثير دارج الشير ليبستيك او الجلوسي ليبستيك مع هلا مع الشتاء ومع شوي اذا بدك الطقس بينشف، فهذا الشيء كمان بيساعد على ترطيب الشفاه. ودائما الراديانس والاكلاب البشره كثير دارجه، انه السكين يكون جوبي ويكون هيك عنده مثل لمعه خفيفه. الشفاه الداكنه لاحظناهم اكثر شيء بعروض الازياء، وهون بحب نوه دائما على شغلي، انه اللي بنشوفهم على الكات ووك باسبوع الموضه بالعواصم العالميه مش 100% هي الترند، هي اكثر وجهه نظر للديزاينر او تعبير عن حاله معينه او عن فانتسي معينه. ولكن مما لا شك فيه انه الشفاف الداكنه من وقت لتاني حلوه، بترجعنا يمكن للثيرتيز للثلاثينات. الطريقه الافضل للحصول على الشفاه الداكنه هي انه نرسم شفاهنا اولا بلون توتي، يعني بقلم يعني قلم محدد للشفاه احمر غامق او توتي، ونحط او نوزع هذا اللون على كل الشفاه، ومن ثم نرجع نحط احمر الشفاه الغامق اللي بيكون نحن مختارينه. وبما انه اللون الغامق او البيجمنت الغامق هو لون شوي منه ثابت، لون اذا بدك بفوش، وهذا الشيء بيلاحظوه السيدات انه الحمرة الغامقه او الحمرة ممكن تطلع. نصيحتي لهم انه ما يوصلوا على الكونتور تبع شفاههم، يختاروا مثل ما حكيت اول شيء لون محدد لشفاه غامق ويوزعوه على كل تمهم، واستعمال او ابلكيشن الحمرة او الليبستيك يعني تكون يختصروها بقلب الشفاه وما يطلعوا فيها كثير على الكونتور لبرا. مكياج الشفاه الداكنه لوين بتلبق اكثر شيء طبعا لايفنت كبيره، لجالا دينر، وخاصة اذا كنا عم يعني لابسين شيء ريترو او عاملين شيء ريترو او عاملين شيء بيشبه حقبه الخمسينات الستينات، او للصراحه الشفاه الداكنه كثير بتعود للعشرينات والثلاثينات، وهيك كنا نرسم كمان شفاه شوي مدوره. فبنصحها اذا عندها جالا دينر كثير كبير، بس اهم شيء انه ما تلبس هذا الاحمر شفاه بطريقه عشوائيه، تكون من اي تسريحه الشعر المناسبه والاوتفيت او اللبس او الفستان المناسب لهذا الشيء. مع الشفاه الداكنه المتعارف عليه انه حلو العيون يكونوا اكثر نيود او يكونوا يعني ما عليهم كثير ميك اب، او فينا اكيد نستعمل معهم ميك اب، نستعمل معهم عفوا اي لاينر، يعني الاي لاينر اكيد لحاله از ستيتمنت بيلبق مع نحط الاحمر الشفاه الداكن. هلا انا شخصيا لما يكون الاحمر الشفاه كثير كثير داكن بحب العيون يكونوا بس عليهم رموش، نكثر ماسكارا او نحط رموش اصطناعي، ونحط الوان فاتحه على عيون صدفيه، او حتى اذا كان المناسب تسمح تكون شوي كريمي اي لاينر او جلوسي اي لاينر، هذا الشيء كثير بيعطي افي حلو مع الاحمر الشفاه الداكن. اجمالا الشفاه الاحمر الشفاه الداكنه ما كثير بتليق بالشفاه الصغيره، لانه فعلا بدها حجم، ونحن بنعرف كل شيء غامق بقلل من الحجم وكل شيء فاتح بيعطي فوليوم اكثر، فغير مستحب كثير للشفاه الرقيقه او رقيقه، وخاصه اذا كانت رقيقه والفم بحد ذاته واسع. بفضل انه هيدي السيده تبتعد شوي عن احمر الشفاه الداكن كثير. بعرف قديش مكياج هيفا الناس بتحبه وقديش بحبوا انه يعملوا مثله.
إذا بدي اختصرا بثلاث خطوات رئيسية، هي إنه هي السموكي آي اللي انعرفت فيه هايفا أو انعرفنا فيه سوا. وهون بقولن إنه فيهم للحصول على السموكي آي يستعينوا ببراش خصوصي اسمه سموك بلندر، يبلشوا يرسموا عيونهم بقلم الكحل العادي وبعدين يعملوا دمج بها الفرشاة الخاصة اللي اسمها سموك بلندر. الفاونديشن يكون ناتشرال ورقيق، وأكيد أحمر شفاه فاتح. هو باختصار ثلاث الأمور الرئيسية اللي بيقدروا من خلالها يحصلوا على مكياج مستوحى من اللوكي اللي بنتبعه لهيفا عادةً.